اهلا بكل مشاهدينا من جديد. لو رجع بيك الزمن ايه التصرف اللي عمرك ما هتعيده تاني؟ خلينا نشوف تعليقات حضراتكم ونشوف ايه التصرفات لو رجع بيكوا الزمن اللي مش هتعملوها تاني. صباح الخير. لو رجع بيا الزمن كنت كملت تعليمي لاني اخدت دبلوم صنايع واشتغلت صنايعي، بس ربنا يعوضنا في ولادي ويحصلوا على التعليم العادي. ربنا يعوضك في ولادك ويحصلوا على اللي نفسك فيه واللي نفسهم فيه، ومفيش احسن من الصنايعه الصنايعيه، ومفيش احسن من يبقى معاك صنعه عارف تتعرف تتعامل معاه. صحيح. وايضا مندور، لو رجع بيا الزمن ما كنتش فوت ولا ركعه، التزم في الصلاه اكتر من بدايه صغري، بس الحمد لله على كل حال. ربنا يا رب يديم عليكي نعمته يا هويدا. ميار خالد بتقول كومنت جميل، وقمر شكرا ليك يا ميار بتقول صباح الورد عليكم، وكلام كتير بقى جميل كده حلو. شكرا شكرا ليك. طيب محمد ابو روكا بيقول صباح الخير على مصر كلها. لو رجع بيا الزمن مش هعرف بعض الناس اللي عرفتها في حياتي، واللي وقت المصلحه يعرفوك وبعد كده ولا يشوفوك. محتاج يرجع بيك الزمن؟ ما انت دلوقتي تقدر تقرر انهم يبقوا مستمرين في حياتك او لا. صحيح. تفتكر لازم يرجع بيك الزمن؟ قول لنا بقى. محمد رسلان بيقول التدخين، ما كنتش هدخن. ثانيا ما كنتش هبطل رياضة. ثالثا كنت اجتهدت في التعليم أكتر من كده بكتير. ربنا يعوضنا في أولادنا يا رب. كل الناس بتندم على حاجات، يعني واضح إن هي واحدة، يعني كل الناس عايزة تحقق أحلامها في أولادها. صحيح. مع إن السيجارة اللي في إيدك قومت فيها دلوقتي حالا، فأنت كده وقفت التدخين. بسيطة خالص. ده حقيقي. صح؟ ده حقيقي جدا. طيب زهرة العشاء بتقول صباح الخير عليكم على أحلى برنامج. لو رجع بيا الزمن تاني مش هتجوز وهقعد مع امي واخواتي واصحابي. مفيش احلى من ايام الزمن، من ايام زمان. بس الحمد لله دايما يستاهل الحمد. بس فكري فيها كده، انت عاجبك او وحشك حياتك بتاعه زمان اللي هي كنت انت واخواتك قاعدين في نفس البيت واصحابك كانوا حواليك. اصحابك بقى عندهم اسر وبقى عندهم مسؤولياتهم وبقى عندهم مشغولياتهم، واخواتك كمان بقى عندهم اسر ومسؤولياتهم ومشغولياتهم. فالحياه اللي انت عايزاها والحياه اللي هي وحشاكي عدت بالاخرين. انت هترجعي لمرحله وهم عدوها، فهتبقي لوحدك. ده حقيقي. امين سعد بيقول صباح الانوار وكل سنه وحضراتكم بألف خير وسلامه. لو رجع بيا الزمن ما كنتش اتجوزت بالشكل ده، جواز صالونات، لكن الحمد لله علشان خاطر عيالي مستحمل. احنا خلينا نبلغ بقى عن اسم استاذ امين سعد علي عمر، يا مدام امين سعد علي عمر. هو بيقول ان هو كان عايز يغير حياته وطريقه جوازه، نبقى نطمن عليه بقى طبعا. محمد رحمي طنطاوي بيقول لو رجع بيا الزمن ما كنتش هاكل حلويات كتير بالشكل ده، علشان بسببها سناني كتير سوست ووقعت. شكرا لك يا استاذ محمد على نصيحه، نصيحتك مهمه ولازم ننقلها للناس كلها بصراحه. مريم فتحي بتقول صباح الخير عليكم من منيا. لو رجع بيا الزمن هستغل كل دقيقه وكل ثانيه في اني ابقى قاعده مع ابويا الله يرحمه، ولو كنت اعرف انه ممكن يسيبني كده على طول ما كنتش هفكر ابعد من جنبه لحظه واحده. ربنا يرحمه رحمه واسعه يا مريم. اخر كومنت معانا في الفقره دلوقتي، محمد خلاف بيقول ما كنتش اتغربت وسافرت. ربما اجابات يعني متنوعه، كل واحد فيها بيتكلم عن جانب من حياته، بنستفيد من خبراتكم وبندردش معاك وبنعرف ايه اللي كان ممكن نعمله وايه الوقت فعلا سرقنا وما عملناهوش. سؤالنا لسه موجود على صفحتنا على فيسبوك وانستجرام، مستنيين اجاباتكم. هنناقشها بالتفصيل لغايه الساعه 10 صباحا بتوقيت الخليج.